السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق بسيط ومجاني بيعمل ايه؟ بيجيب لك نسبة مئوية للمشاكل اللي موجودة عندك، بحيث تنتبه ايه المشكلة، اكبر مشاكل الموجودة عندك. مثلا ان في عناصر متكررة مع بعض، او في حاجات مش متوصلة، او في حسابات مش معمولة، او في حوادث مش متوصلة بالفلور، وهكذا. تبدأ تظهر عندك المشاكل وتبدأ تعرف اي مشاكل اللي محتاجة منك تركيز عشان انت تحلها.